أخبار اليوم. زي قضيتوا الفترة اللي هي قبل تجهيز مذيع العرب؟ يعني انت كنت بتكلمي برا الحوار عن فكرة ان انتوا قعدتوا 3 شهور حوالين ان انتوا بس بتتدربوا علشان تدخلوا على البرنامج. كلميني عن 3 شهور وبعض المواقف اللي حصلت معاكي خلال 3 شهور. بص، هو يعني 3 شهور حلوين تعرفنا فيهم على ناس من كل الدول، ودي تجربة في حد ذاتها جديدة ومختلفة. التجربة انا شخصيا يعني ما اعرفش ازاي قمت اشتركت، بعت الفيديو لقيتهم بيقولوا لي انت تقبلتي، بعت لنا فيديو تاني تقبلتي، تالت طب تعالي لبنان اعملي لنا حاجة، عملتها فتقبلت. يعني دخلنا في 60 اختبار يعني و60 ضغط نفسي على ما يقولوا لك انت اوكي عشان تطلع اول حلقة اللي هي كانت مسجلة، علشان تحضر الدقيقة الحرة اللي هي انا خدت فيها السيلفر مايك او المايك الفضي. منعين ان احنا نقول مكان الاوتيل خالص، يعني ده كان سر من اسرار الدولة هناك. فوجئنا ان كل يوم بوكي ورد بيجي ونقعد بالليل بقى، ايوه بقى مين ده بقى البوكي ده لمين. في الاخر اكتشفنا بعد ما كل واحدة فينا جالها بوكي ان واحد من المشتركين كان بيشتغلنا، واحنا فرحانين بقى وتنجمنا والاوتيل اتعرف والناس عرفتنا، بس طلع ان هو بيشتغلنا ما كناش لسه اتشهرنا الحقيقه. لميس، في بعض المواقف كده اللي قابلتك اكيد في تجربه مذيع العرب، في برضه بعض الاقاويل والاحاديث اللي اتقالت عن ان مذيع العرب بتتحط درجات، بتعمل حاجات معينه، بتمشي او بيمشي بسياسات معينه. كلميني بكل صراحه عن تجربة مذيع العرب وعن بعض الأقاويل والأحاديث اللي جات حواليه. بص يا مصطفى، خليني اقول لك انه طبيعي انه الناس دايما بتحس يعني ببرامج المسابقات دي يعني انها متظبطه وانها مترتبه، يعني ده احساس عام، يعني في نيه انه لا ده متظبط، ده هم عايزينه هو يكسب، ده عارفين من الاول مين اللي هياخد اللقب والكلام ده كله. طبيعي احنا كمان بنقعد نفكر هم قصدهم هو ده اللي هياخد اللقب، هم هيشتغلوا على فلان الفلاني والباقي لا، مثلا يعني بتبقى حاسس شكلهم عايزين فلان، يعني عارف بيبقى احساس كده يعني، او طبيعي ان الواحد يفكر كده يعني. فطبيعي ان الناس كانت تفكر كده، خاصه ان هم يمكن كانوا بيشوفوا لما اللجنه بتحط الارقام ساعات بتتاخر، فيقول لك ايوه ده كانوا بيظبطوها من جوه يعني احنا كنا بنشوفهم بيحطوها قدامنا، يعني اللي كان قدامنا بنشوفهم ان هم بيحطوها قدامنا، انما المشاهد بقى الانطباع اللي بيوصل له. بس في بعض السياسات اللي كانت البرنامج يعني الى حد ما ناس كتيره جدا شافت ان هو ماشي بسياسات معينه، بجد صارحين يعني. لا هو بص انا هقول لك على حاجه معينه، مثلا يعني البرنامج كان من اهم سياساته ان احنا ممنوع نتكلم في اي حاجه تخص السياسه، يعني ممنوع نتكلم في سياسه دوله، مشاكل دوله، رؤساء، حكام، يعني ده من اهم حاجه كانت متقللنا من اول البرنامج، واحنا احترمنا قانون اللعبه وفعلا ما بقيناش نتكلم. يعني انا افتكر ان انا لما كان الاعلامي وائل الابراشي هو ضيف في الحلقه وانا طلعت للفقره الذهبيه، انا فعلا كنت محضره له اسئله جامده جدا تخص سياسه بلدنا هنا وسياسه مصر وكده، وكان نفسي اساله فيها من زمان بس ما قدرتش الحقيقه، وقلت بلاش ان انا اطلع عن اللي هم مطلوب مننا وان انا اتكلم في السياسه، فما رضيتش الحقيقه يعني. طيب كلميني عن اخر حلقه، عن تجربتك في مذيع العرب كواليس اخر حلقه. اخر حلقه بقى الحقيقه كانت، بص يعني خليني اقول لك ان انا كنت واثقه ان انا طالعه الحلقه دي، مش عارفه ليه قلبي كان حاسس ان انا طالعه، ومن بالليل خليل اللي اخذ مذيع العرب كلمته قلت له خليل تعالى، وهو يعني لو بيشوف دلوقتي هو فاكر الواقع دي، قلت له خليل تعالى نقعد مع بعض انا طالعه بكره، قال لي بطلي هبل انت من الفاينل وكلنا عارفين انك انت فاينل والكلام ده، قلت له والله انا طالعه بكره بس لو طلعت انا هقول ايه، انا بقى هشكركم واقول لكم ما تتحدوش بعض يا جماعه وتحدوا نفسكم انكم تنجحوا والكلام ده يعني. وقعدت افكر معاه وهو قاعد بقى عامل لي كده وعمال يضحك عليا، بس انا مبدئيا كان قلبي حاسس، عشان كده قلت في البرنامج وانا خارجه. الحاجه الثانيه، احنا انا حسيت انه كان في مقلب يعني على الهوا، عملت اتفاجئت انه مقلب، بس انا كنت عارفه انه مقلب الحقيقه يعني مش هنكذب على نفسنا. قبليها كان الاجواء كده بتقول انه هيعملوا فينا مقالب، معرفش ازاي، وفعلا لما طلعت انا تخيلت انه الضيفه مش هتيجي، يعني ده كان تخيلي، ما توقعتش ان هم يجيبوا لي واحده تخينه. بس قبل بقى ما ندخل طبعا احنا سالنا كذا مره مين الدكتوره اللي معانا اللي هنستضيفها، اسمها دكتوره ندى،
فين هطفشن نقعد معاها ما بيجيبوهاش، عشان كده حسيت ان في حاجه. فتصادف ان اليوم ده مصريين كتيره جدا او مصريات بمعنى اصح كانوا جايين يتفرجوا على مذيع العرب، فكل شويه الاقي واحده بتقول لي لميس ازيك، او لا دكتوره ندى، اقول الدكتوره اللي طالعه معانا، تقول لي لا لا خالص ده انا مش عارفه فلانه جايه اشوفك النهارده، امشي تاني الاقي واحده تقول لي لميس ازيك دكتوره ندى، تقول لي لا مش دكتوره ندى. فيعني بص يعني ما فيش بنت هناك ما قلتلهاش دكتوره ندى ازيك يا دكتوره ندى على ان هي اللي طالعه معانا، وما شاء الله طلعت في الاخر دكتوره ندى هي المقلب. لميس انت شايفه ان تجربه مذيع العرب فعلا بتحقق طموحات كل المشتركين ولا لا؟ ان تجربه برامج المسابقات كل الشباب بتبقى حاطه امال وطموحات عليها بشكل كبير جدا، لان هي اللي بيغني اللي بيمثل اللي عايز يبقى مذيع وما بيعرفش ان هو يوصل بشكل سريع بيتجه للبرامج دي، وانا واحده منهم بمنتهى الصراحه، يعني بمنتهى الامانه انا كنت واحده من الشباب اللي كنت محتاجه اعمل نقله ومش عارفه، محتاجه اخد فرصه ومش عارفه، وقفت عند مكان معين عند نقطه معينه ومش عارفه اتخطاها، فكان عندي امل كبير جدا في مذيع العرب. خليني اقول لك ان انا وناس كتير جدا كنا شايفين ان احنا بمجرد ظهورنا على البرنامج هيجي لنا فرصه سريعه، وللاسف ده ما اتحققش. هل السبب انه يمكن احنا عارفين السوق اليومين دول مش مستقر قوي؟ الله اعلم. هل البرنامج ما اتشافش كويس؟ الله اعلم. ولكن انا بتمنى انه الناس اللي سمعت عن البرنامج تبقى فاهمة انه احنا حطينا املنا وحطينا احلامنا وحطينا طموحاتنا كلها وموهبتنا وكل اللي نقدر عليه وتعبنا كله ومجهودنا في البرنامج ده، علشان احنا بعد ما نخلص نلاقي فرصة كويسة نثبت فيها نفسنا. وعايزه اقول انه انا مش بس واحده من مشتركين مذيع العرب، انا واحده من شباب كتير محتاج ياخد فرصه، شباب عنده كفاءه، شباب موهوب جدا ومحتاج ان هو ياخد الفرصه دي. فانا بتمنى من القائمين على القنوات الناس المحترمه القائمه على القنوات اللي في بلدنا ان هم يعني يبصوا لنا ويشوفوا فعلا الموهبه دي تستحق انها تاخد فرصه ولا لا، الى جانب نجومنا الكبار اللي احنا بنتعلم منهم. لكن اعتقد انه الاعلام دلوقتي محتاج دم جديد وتجربه جديده بافكار جديده من الشباب اللي احنا طول الوقت بنقول عايزين نديهم فرصه. يعني انت شايفه ان كل هذه البرامج برامج المسابقات بتحقق فعلا طموحات لدى الشباب المشتركين ولا لا؟ مش بنسبه 100%. اللي بياخد اللقب هو اللي بيبقى ضامن انه هيشتغل بحكم العقد، الباقيين مش بنسبه 100%. طبعا في ناس بتخرج من الاول فتنست. طب انت كنت تتوقع ان خليل يكسب ولا كنت حاطه امل على حد تاني غير خليل اللي هو من مصر؟ يعني كنت حاطه قلت مثلا حد من 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 اصحابي التانيين، حد يعني كنت تتوقع حد تاني غير خليل؟ شفتوا السؤال؟ شفتوا السؤال الخبيث؟ شفتوا خدتوا بالكم؟ يعني بص، عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. الحق ان احنا كلنا بلا استثناء بما فيهم انتوا كجمهور كنا متوقعين ان ممدوح هو اللي هياخد اللقب، بالرغم ان كل واحد فينا اللي حواليه بيقولوا له انت تستحق تكون مذيع العرب. انا شخصيا الناس كانت كلها بتقول لي احنا كنا بنقول انت هتاخدي اللقب، ولكن في النص ما عرفش ليه كلنا حسينا انه خليل. يعني الاثنين بصراحه اخواتي واصحابي وحبايبي، بس احنا ابتدينا جه علينا وقت كده وبقينا نقول لخليل خليل اللقب عندك، اللقب مش هيطلع من اوضتك. فاحنا حسينا حتى امبارح قبل يعني حتى قبل الحلقه الاخيره كلنا قلنا لخليل ان شاء الله انت اللي هتاخد اللقب، واحنا حاسين بكده. يعني تحقيق حلم وانعكاس لتعب ومجهود كبير، لانه اكيد اللي اخذ اللقب ده اشتغل على نفسه وتعب وحلم كتير ان هو ياخد الفرصه، ففي الاخر ده ترجم في عقد بيقول له اتفضل الباب اتفتح لك، اطلع وواجه رسالتك للناس او موهبتك الناس واثبت نفسك بقى. لميس واحده من نجوم مذيع العرب، الى اين الفتره الجايه؟ بتمنى تيجي فرصة حلوة. أنا دلوقتي بعمل فكرة برنامج شبهي، لأنه أنا نفسي أعمل برنامج يكون قريب جدا من شخصيتي، ففعلا ابتديت أشتغل عليه وهبتدي أن أنا أخاطب الناس اللي ممكن يكون عندها قابلية أنها تدينا فرصة، وإن شاء الله بعد رمضان أو في خلال رمضان هعمل كده وأخد الخطوة دي، وبتمنى أنها تنجح. قولوا أمين يا رب، وكل سنة وأنتوا طيبين.